الواجب على المسلم أن يحفظ عورته لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فإذا أراد أن يقضي حاجته فيجوز له أن يقضيها وهو قريب من الناس بشرط ألا ترى عورته، فإن ترتب على القرب رؤية عورته فيجب عليه أن يبعد، والسنة أن يبعد حتى لو لم ترى عورته مع القرب لفعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة. ومقدار هذا البعد أن لا يسمع منه صوت ولا تشم منه رائحة.